معاكم عبد العزيز بوزغون صاحب مجلس ومتحف تراثي في البسيتين من أقدم المتاحف تعتبر في البحرين حاليا. بس من كثر حبي حق الأنتيك والتراث هدمت المجلس كامل تقريبا من ما يقارب 7 سنين، فهدمته كامل وسويته على النمط القديم الأنتيك القديم هذه اللي احنا عصرنا فيها وعبن عن جد كل اللي تشوفونها قدامكم الحين هذه كلها احنا عصرناها الأول. يعني طبعا في أشياء أنا اللي حكت عليها في النهاية، طبعا الأشياء القديمة هذه أبهاتنا وأجدادنا هم اللي عصروها. يعني من أوائل الحاجات اللي أنا طبعاً حطيتها في المتحف الشبرية مالت الوالد، هذه شبرية الوالد إحنا كلنا كأخوان ربينا عليها، عمره ما يقارب يمكن 65 سنة. هذه تعتبر أول قطعة خليتها، وفي عندي بعد منظرة قديمة هاي مالت عمتي الله يرحمها، وعندك بعد السانشة اللي حق الوالدة، هاي السانشة ما شاء الله قديمة يعني كنا احنا صغار. اتذكر لي احنا في الابتدائي اقعد هي تخيط الله يعطيه الصحة والعافية تخيط وتسمع لنا القرآن، ليه ما نسيت يعني الكرم والنخل من ضمن الحاجات. هاي الكرم والنخل عندي كرين اللي تسلقون فيه من النخل، يمكن بعضهم ما يعرفون الكر شنو، الكر اللي تسلقون فيه في النخل يعني هذه خدتها عن جدي رحمة الله عليه، يدي طبعا فلاح وعنده مزرعة، وكنا احنا في السبعينات نشتغل معاه في النخل نلقط سقاط النخل وهذين واحد من الاثنين هذيل كان مدفون بسنين قديمة يعني مدفون تحت ما يبين الحديد ماله من قبل يمكن 7 سنين، انا حفرت لين طلعت الذي كامل ونظفته ويبته فوق. عندي الثاني نوعه كله هذه اللي تشوفها الدانشل والمانجرور والباسجيل هذه كله والكل انا اخذته من بيوت قديمه كانت تنهدم في البحرين، اي بيت غيري واشوفه ينهدم على طول اوقف يمه واشوف لي اي عامل اخلي وقت الهدم يهدمون يشيل لي الدنشر ويشيل لي بوستي كله اللي تشوفه كله قديم. من ضمن الحاجات القديمة مجلس التراثي هذه أصعب مرحلة اللي هو غرفة العروس، من كثر حبي حق القديم والتراث فسعيت أن أسوي غرفة العروس، وهذه تبذل مجهود أكثر من المجلس التراثي. هذه عشان الأول غرفة العروس هي يتعبون فيها هالعروس، أول شيء بالخلق هاي تشوفها الحمر والخضر هاي ضروري نحط في غرفة العروس، هاي غرفة عروس ما تتم فيها على طول لا، بس مدة حق الزواج يمكن 3-4 أيام فقط يعني. وهذه تتكون من أهم شيء فيها المناظر، مناظر مرأذي ومناظر الطاووس. هاي الأول طبعا الحياة صعبة وفقر من زي الحين يعني، وهل أصحاب أهل العروس تعبون في إنه يدورون المناظر، ما عندهم إنه يشترون مناظر، فيستعرون المناظر من الجيران، كل بيت يأخذون منه منظرة أو ثنتين أو على حسب اللي عندهم، طبعاً يساعدون الجيران. صراحة الأنتيك الحين من قبل تقريبا يمكن 10 سنين أو 15 الأنتيك ما كان له قيمة عندنا، بس الحين احنا طبعا انا واللي حوالي انتبهنا حق هالشيء،
أنا من الناس قبل 20 سنة وقبل يعني أشياء اللي في البيت مثل الوالد نرميه برا، نقول هاي قديمة وهذه نظيفة شيء نرميه برا. في أشياء قديمة وايد، أنا حصلت لي مرة واحدة كرسي وعمره تقريبا مع 170 سنة، خدته ب15 دينار، دشيت في مزاد وصل لي 10,000 دينار ما بعته. الشغلة صارت متعبة يعني ما تحصل بسهولة، وفوق كذي غالية، الأنتيك صار غالي. أنا أقول لك حتى الأسوين قاموا يشتغلوا فيه، لو المحل الكل إحنا من الناس اللي نرميه. الصحون القديمة كان نعطي جرعتيج، نعطي صحون قديمة، نعطي شوال قديمة يعطينا صحون. الحين لا ما ترميه، حتى جرعتك محي خلاص ما له مكان عندنا، لأن القديم ما حد يستهين فيه الحين، وكل بيوتنا وكل ميالسنا الحين رجعنا على القديم، ما نبي شيء جديد.